نود أن نعرف لماذا أجاز الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة ولم يجز للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج؟ قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولقد كان تعدد الزوجات معروفا وسائدا في الشرائع الوضعية والأديان السماوية السابقة، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع وألا يخاف العدل بينهن، وفي مشروعيته مصلحة للرجل، فمن المقرر أنه بحكم تكوينه مستعد للإخصاب في كل وقت من سنه العالي، وتتوق نفسه إلى المتعة ما دام في حال سوية. أما المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب مدة الحمل، وهي أشهر طوال، وفي مدة الدورة، وهي في الغالب ربع الشهر طيلة عمرها حتى تبلغ سن اليأس، كما أنها لا تحب المتعة مدة الإرضاع التي قد تبلغ حولين كاملين ولا ترغب فيها غالبا، أو تلح عليها إلا في فترة قصيرة جدا كل شهر حين تنضج البويضة. فكان من العدل والحكمة أن يشرع التعدد ما دامت هناك قدرة عليه وعدل فيه. الزوجة قد تكون غير محققة لمتعته كما يريد، إما لعامل في نفسه أو في نفسها هي ولا يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد، وهو شأن كل رجل بل وشأن كل امرأة، فيبقي عليها لسبب أو لآخر، أو قد تكون هناك عوامل أخرى تحقق له بالتعدد، مصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية يحب أن ينالها في الحلال بدل أن ينالها في الحرام. كما أن في تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيضا إذا كانت عقيما أو مريضة وتفضل البقاء في عصمة الرجل لعدم الاطمئنان عليها إذا انفصلت، وقد تكون محبة له يعز عليها أن تفارقه لشرف الانتساب إليه أو لنيل خير لا يوجد عند غيره. وفي التعدد مصلحة للمجتمع بضم الأيام ورعاية الأيتام، وبخاصة في الظروف الاستثنائية، وبالتعفف عن الفاحشة والمخاللة، وكذلك بزيادة النسل في بعض البلاد أو في بعض الظروف التي تحتاج إلى جنود أو أيد عاملة. وإذا علمنا أن الرجل مستعد للإخصاب في كل وقت وبتزوجه بعدة زوجات يكثر النسل، جاز له أن يعدد الزوجات. لكن المرأة إذا حملت أو كانت في فترات الدم أو الرضاع لا تكون مستعدة للحمل مهما كثر اللقاء الجنسي بينها وبين زوجها الواحد. فما هي الفائدة من كثرة اللقاء بينها وبين أكثر من رجل؟ إنها ستكون للمتعة فقط، تتداول كما تتداول السلعة. وفوق أن هذا إهانة لكرامة المرأة، فيه اختلاط للأنساب وتنازع على المولود من أي هؤلاء الرجال يكون، وتلك هي الفوضى الجنسية والاجتماعية التي تضيع بها الحقوق ولا يتحقق السكن بالزواج. إن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح في الجاهلية التي أبطلها الإسلام، كما ثبت في صحيح البخاري. فقد كان عندهم نكاح أخبرت عنه السيدة عائشة
بأن الرهط أي الجماعة ما دون العشرة من الرجال يدخلون على المرأة كلهم يصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تلحقه بمن أحبت فلا يستطيع أن يمتنع. كما كان هناك نكاح البغايا الذي يدخل فيه كثير من الناس على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة أي الذين يعرفون الأثر فألحقوا ولدها بالذي يرونه، والتاط به أي لحقه، ودعي ابنه لا يمتنع منه، والإماء هن في الغالب اللاتي يحترفن هذه الحرفة وينصبن الرايات على بيوتهن. فالخلاصة أن تعدد الزوجات للرجل الواحد فيه فائدة، أما تعدد الأزواج المرأة الواحدة ليست فيه فائدة تذكر، والله أعلم. قدمنا لكم الموسوعة الفقهية المسموعة مع تحيات حلمي الخولي، الإعداد محمد عبد العظيم، التقديم إبراهيم الطبلاوي المنتج المنفذ، وفضيلة الشيخ عطية فقر.